أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة اقتصادية مفصلة مع أخبار المال والأعمال من قناة النيل للأخبار، والبداية بالعناوين. خلال تفقده عددا من المصانع بالإسكندرية، مدبولي يؤكد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين. تباطؤ أكبر من المتوقع للتوظيف في الولايات المتحدة مع تسجيل البطالة أعلى مستوى منذ 2021. ستاندرد أند بورز تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا إلى درجة التخلف الجزئي عن السداد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، مشددا على أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري. جاء ذلك عقب جولة تفقدية لعدد من المصانع بمحافظة الإسكندرية، مضيفا أن الهدف من الجولات التفقدية هو دعم وتشجيع الصناعة الوطنية على التوسع وحل أي مشاكل تواجهها، موضحا أن خلال الزيارات الميدانية يتم اتخاذ قرارات فورية لحل أي مشكلة، وهو أمر مهم للغاية يوفر الكثير من الوقت للقطاع الخاص وأيضا للمستثمرين. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة للقطاع الخاص من خلال تقديم مختلف صور الدعم للمستثمرين الجادين في مجال الصناعة. تفقد وندعم ونشجع الصناعة الوطنية على إنها التوسع وحل المشاكل بتاعتها. وجودنا في الزيارات الميدانية بيبقى بنعرف على الأرض إيه المشكلة وبيتاخد قرارات فورية وإحنا موجودين، ودي بتبقى أعتقد مهمة جدا وبتوفر على القطاع الخاص والمستثمرين. عدد منهم بيقعد يقولوا إحنا بقالنا شهور عمالين نحاول إن إحنا نعرض مشكلتنا، أو الموضوع تايهين في الورق والإجراءات البيروقراطية. بيتاخد القرار وإحنا موجودين فورا في نفس اللحظة علشان نتحرك، حتى لما بيبقى فيه موضوع أكبر بيبقى على طول بيبقى فيه اتفاق. وزي دلوقتي هنا بما يخص منطقة مرغم الثانية، يعني تم التوافق إن هيبقى فيه اجتماع الأسبوع القادم لحل مشكلة المنطقة كلها على بعض، لأنها ما تخصش مصنع لوحده. هو ده طريقة وطبيعة وفلسفة العمل النهاردة في الحكومة الجديدة. أولا التنسيق الكامل ما بين الوزارات وبعضها البعض، حل المشاكل على الأرض بصورة فورية، وهو ده اللي احنا يعني بنجري فيه كلنا في قطاع الصناعة، اللي أنا دايما بقول وأعتقد سيادة الرئيس قالها أكثر من مرة، هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية، وإحنا إن شاء الله حريصين أن يحصل فيه قفزات كبيرة جدا خلال الفترة القادمة بإذن الله. هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل كافة الجهود لتشجيع عملية التصدير وإزالة العقبات أمام المصدرين. وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل أيضا على دعم المستثمرين من أجل تنمية الصناعة وتشجيع التصدير. احنا شوفنا النهاردة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصانع، يعني بدءا من المصنع الاول الخاص بصناعات البورسلين، والحقيقة مصنع على اعلى مستوى. رحنا مصنع للأدوية برضو من اكبر المصانع اللي بتصدر، ورحنا بعد كده الحقيقة عدد من المصانع المتخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والحاجات البلاستيكية وكل الكلام ده، وانتهينا هنا في منطقة مرغم واحد ومرغم اتنين، وقبلها زي ما قلتوا حضراتكم شفتوا كان في المنطقة الحرة. أهم حاجة إن الحقيقة الصانع المصري لا ينقصه لا الكفاءة ولا الخبرة، وقادر إن هو يفتح أسواق عالمية في الخارج. وبالتالي يعني إذا كنا بنتكلم إن إحنا عندنا قدرة على مضاعفة الصادرات بتاعتنا، لا ده فعلا الكلام ده قابل للتطبيق وبأسرع كثيرا مما ان احنا حتى نحلم. ولكن الهدف كله او النقطه التحدي الكبير اللي بيواجه المصنعين بيبقى في اجراءات بسيطه على الارض، بيبقوا بيشتكوا ان الاجراءات البيروقراطيه الروتين الكلام ده كله. هو ده من خلال حركتنا المستمره معاهم والاجتماعات المتواصله والمجموعه الصناعيه المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه اللي موجوده، هدفها كله ان احنا نشجع هذه الصناعات ان شاء الله الفتره الجايه عشان تتوسع وتتضاعف عمليه صادراتها.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية. من جهتها شددت وزارة الطيران المدني على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية. وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني بدء سريان المهلة الممنوحة منذ أول أغسطس ولمدة شهرين لاستكمال سداد مقدمة الحجز بالأسعار المعمول بها حاليا لقطع الأراضي والوحدات السكنية المطروحة بعدد من المشروعات منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن. يأتي ذلك طبقا لضوابط محددة، وذلك استجابة من الوزارة لطلبات الحاجزين وحرصا منها على إتاحة الفرصة لهم للحصول على السكن الملائم لهم. وأشارت الوزارة إلى أن المهلة تشمل قطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني وبرنامج مسكن والوحدات السكنية بعدد من المشروعات. تفقد وزير التموين ومحافظ مطروح عددا من المشروعات الإنتاجية والخدمية والمنشآت التموينية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، وللمزيد في سياق التقرير التالي. لم تكن محافظة مطروح بعيدة عن جولات وزير التموين، فالمحافظة كانت المحطة الثالثة لجولاته التي بدأها ببورسعيد ثم الأسكندرية. البداية بمطروح كانت هنا للاطمئنان على الالتزام بالأوزان وتوافر الغاز. الوحدة الإنتاجية داخل المصنع في مواعيدها يوميا بمتوسط 9000 اسطوانة. حد أدنى بنتكلم في 7000 اسطوانة في مواعيدها للغاز الصب 85 طن، وحد اقصى بنتكلم في 12000 اسطوانه فيما يعادل 140 طن. لتدور بعدها عجله الزمن وللانتقال من مكان الى اخر للوصول الى احد المطاحن. توجيهاته الدائمه هي جوده الانتاج. المطحن بيطحن كل يوم 70 طن بقدره انتاجيه 2100 في الشهر، بيوزع على اربع مراكز على مستوى محافظه مطروح، سيدي براني وسيوه والنجيله والضبع. مراكز الخدمه كانت المحطه الثالثه لجوله الوزير بمطروح. حديثه مع العاملين بها جاء ليؤكد سرعة الانتهاء من إصدار بدل التالف والفاقد. طبعا المكتب عندنا هنا بيقدم الخدمات المتكاملة لدينا من بطائق مستجدة بالفص زائد تالف وفائد، زائد طبعا احنا بنضيف المواليد اللي هم تبع التكافل وكرامة والخدمات المتكاملة والأسرة البديلة وأسر الشهداء وخدمتكم كلها ونعم الناس. خلي بالك انا والله ما بيني وبين اي تعامل. لتستمر الجولة بعدها بالمرور على احد المخابز والمعارض واحد المجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توافر السلع والتخفيضات الجديدة التي طرأت على السلع بالمجمعات الاستهلاكية. الرز النهارده ب 24 جنيه ب 25 جنيه، حاجات برضو براندات محترمة، تخفيضات تتراوح من 20 ل 25% كلها. نوجد النهارده تخفيضات في المواد الغذائية بسلعة 25% ل 30% من تخفيضات اللي هو على الرز وعلى السكر وعلى الزيت وعلى المكرونة. طلع البطاقة بس واخد الكمية اللي مطلوبة مني اللي هي 5 رغيف في اليوم باخدهم على الفرد. 4 انفار بناخد 20 رغيف. والعيش كويس وتمام و100 100. محافظه القاهره وجيت مطروح اصيف وخدت عيشي 4 افراد اهو والبوبون اهوت. لينهي الوزير جولته بلقاء مسؤول الغرفه التجاريه بالمحافظه باعتبارها احد الركائز الاساسيه في توفير السلع وتخفيضها. اذا فان الجوله جاءت لتكشف الكثير من الحقائق، فجوله وزير التموين بمحافظه مطروح جاءت بتوجيهات كثيره سواء في سرعه اصدار البطاقات التموينيه او في التخفيض الموجود على السلع. رمضان الشحاتة، قناة النيل للأخبار. تباطأ التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ أواخر 2021. واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم يعكس تراجعا مقارنة ب 179 ألف وظيفة تم استحداثها في يونيو وفقا لوزارة العمل. وارتفع معدل البطالة ل 4.3% وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021.
خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل لدرجة SDI تخلف جزئي عن السداد. جاء هذا التصنيف بسبب عدم سداد كييف جزءا من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقت الخميس الماضي. يأتي هذا في حين تعتزم أوكرانيا إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل، حيث ستوفر إعادة الهيكلة تلك إلى خزينة الدولة من مجموع 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاثة المقبلة و22.75 مليار دولار حتى عام 2033. أظهر مسح اقتصادي أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط ارتفع في يوليو بفعل انتعاش إمدادات السعودية وزيادات طفيفة في أماكن أخرى. وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بمصنعة النفط أن أوبك ضخت 26.70 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن يونيو. تأتي هذه الزيادة على الرغم من إبقاء تحالف أوبك بلس على معظم تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2025 لدعم السوق في مواجهة النمو الفاتن للطلب وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي. أعلنت شركة شيفرون أرباحها للربع الثاني والتي جاءت أقل من تقديرات وول ستريت بسبب ضغوط طالت القطاع ككل على خلفية انخفاض هوامش التكرير وأسعار الغاز الطبيعي مما أدى إلى تراجع أسهمها. وأعلنت شيفرون إحدى كبريات شركات النفط أن الأرباح بلغت 4.4 مليار دولار أو 2 دولار فاصل 43 للسهم في الربع مقارنة ب 6 مليارات دولار قبل عام. وحذرت الشركة في وقت سابق من أن إنتاج النفط هذا الربع سوف ينخفض وأن التكرير سوف يعاني من تغيرات في مصفاتين في كاليفورنيا. إلى أسواق النفط العالمية، حيث هبطت الأسعار وأغلقت عند أدنى مستوياتها منذ يناير بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.41% لتصل إلى 76.81 دولارا للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط تكساس بنسبة 3.66 مسجلة 73.52 دولارا للبرميل. وهبط الخامان خلال جلسة تداول بأكثر من 3 دولارات للبرميل. نتحول لأسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من الطلب على ملذات الآمنة واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر. وارتفع الذهب في المعاملة الفورية بنسبة 0.7% ووصل ل 2463 دولارا للأوقية. وارتفعت الفضة بنسبة 1.5% ل 28.97 دولارا، أي ما يعادل 29. والآن مشاهدينا، لم يتبقى لنا سوى تذكير بأهم العناوين. خلال تفقد عدد من المصانع بالإسكندرية، مدبولي يؤكد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين. تباطؤ أكبر من المتوقع للتوظيف في الولايات المتحدة مع تسجيل البطالة أعلى مستوى منذ عام 2021. ستاندرد اند بورز تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا لدرجة التخلف الجزئي عن السداد. شكرا لكم وإلى اللقاء.